صلبت بشرايين القلب وبعد أشعة مقطعية على القلب، ده يخليني أعمل دعامة أو قسطرة؟ حسب النسبة، يعني مثلا في بعض أحيان بيبقى ضيق الشرايين أو تصلب الشرايين نسبة قليلة 30% 40%، مش كل تصلب في الشرايين، مش كل ضيق في الشرايين يعني دعامة. وفي بعض الأحيان بيكون ذبحة صدرية وتصلب في الشرايين لكن ما فيش ضيق في الشريان التاجي، ويعيش بالأدوية، ويعيش بإن احنا نظبط الضغط، يعيش إن احنا نظبط الكوليسترول، إن احنا نقلل الوزن، إن احنا نمتنع عن التدخين، إن احنا نتحرك، نمارس رياضة شوية. كل الحاجات دي بتمنع إن الشريان التاجي يتصل. احنا لو أهملنا كلنا هنمشي في هذا الاتجاه. لازم نبقى عارفين ان كل واحد فينا مش بعيد عن مرض القلب، بالذات في الحياه الحديثه، الحياه العصريه اللي الحركه فيها قليله، اللي كل اكلنا معظمه بره البيت فاست فود، السعرات الحراريه عاليه، ديليفري، كلنا معرضين لمشاكل القلب. لو اضفنا اليها التوتر بقى والطموحات والفجوه العنيفه بين الامكانيات والطموحات بيخلينا مؤهلين لمرض القلب. لو كان عندنا الضغط واحنا مش عارفين ممكن فجأة نبقى مرضى قلب. والواحد ما يبصش لمريض القلب ده حد بعيد عنه، ده ممكن يطلع أخوه والده، لو أهمل هيبقى في يوم من الأيام زيه. طيب، في ماجي بتقول حضرتك مساء الخير يا دكتور، أنا بحس إن في حاجة تقيلة على قلبي ومش بقدر آخد نفس عميق أو نفس بسهولة، وعندها وجع في الكتف الشمال وكمان في ظهرها بنفس مكان القلب، وراحت للدكتور وعملت رسم قلب وقال لها مفيش حاجة بس النبض سريع. لا، رسم القلب الطبيعي العادي وهي نايمة ده ممكن ما يكونش نتيجة نهائية، يعني ده بيطمننا على رسم القلب في الراحة. أحيانا الذبحة بتبدأ مع المجهود، يعني الواحد ما يعرفش إن هو عنده قصور الشريان التاجي إلا لما بيتحرك ويعمل مجهود. في ناس وهي نايمة مستريحة مستلقية مسترخية تعمل لي رسم القلب تلاقيه سليم، مجرد تجريها على جهاز الإكسرسايز أو جهاز التريدميل أو المشاية وتعمل رسم القلب تلاقي رسم القلب اتغير وأعراض الذبحة ظهرت. ماجي انا بطمنها ان شاء الله ما يطلعش فيه حاجه، لكن مهم جدا انك تعملي رسم قلب مع المجهود وتعملي ايضا موجات صوتيه على القلب، لان في حالات كتيره جدا بيبقى ارتخاء الصمام الميترالي وبالذات في الستات كتير قوي بيكون هو سبب الوجع ده اللي بيعمل زي اعراض الذبحه.